بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة، أهلا وسهلا بحضراتكم. نيجي بس نفهم، يا ريت نفهم المبيدات صح، تمام؟ وأنا بحاول أبسط لك الموضوع بعيد عن التعقيدات الكيميائية والكلام اللي ملوش لازمة ده، هو كله إحنا ما يخصنا إلا ان احنا نعرف احنا بنعمل ايه بالظبط في الحقول بتاعتنا، تمام؟ او لما بنستخدم المبيدات. المبيدات الحشريه دي يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن ماده كيميائيه، كلنا عارفين ان هي ماده كيميائيه. الماده الكيميائيه دي هي بتعمل على قتل او تقليل التاثير الضار الناشئ عن اصابه النبات بالحشرات. الماده الكيميائيه دي احنا لما بنرشها بغرض حاجتين، الحاجه الاولى ان هي تقتل او تقضي على الحشره كامل، او تقلل التعداد بتاع الحشره بحيث يكون في الوضع المقبول او اللي نقدر نسيطر عليه او ما يحدثليش ضرر بالنبات بتاعي. يعني لو قلنا مثلا ذبوبه بيضاء، كل الاراضي فيها ذبوبه بيضاء، ولكن في تعداد مقبول وفي تعداد غير مقبول، تمام؟ وقص على ذلك بقى نيماتودا واكاروس وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها دهيت واللي بنتعامل معاها كل يوم. بالنسبة للمبيدات الحشرية بتقسم على حسب دخولها لجسم الحشرة يا جماعة. كل مادة انت بترشها، المادة ده هي لها ظروف معينة بتعمل ايه في الحشرة علشان تموتها او تقضي عليها او تشيلها او تعمل ايه. في عندك 5 حاجات: مبيدات حشرية عادية يعني لازم تدخل المعدة، وفي مبيدات حشرية بالملامسة لازم تلمس، مبيدات او مواد التدخين اللي هي زي الفوجر وغيره، المبيدات الحشرية اللي ذات التأثير المتبقي أو الباقي، وفي مبيدات حشرية جهازية. المهم نتعرف على كل دول. في أول حاجة السموم المعادية. السموم المعادية دي يا جماعة اللي هي إيه؟ المبيد لما بنرشه لازم بتحدث هذه السموم تأثير بعد ما بتصل للجهاز الهضمي بتاع الحشرة، توصل للمعدة بتاعة الحشرة. بتعمل إيه لما بتوصل للمعدة بالحشرة؟ معدة الحشرة بتعمل على تأثير، بتأثر على البروتين بتاع الخلايا وخاصة خلايا الطبقة الطلائية. يعني المعدة كده، في معدة الحشرة فيها مادة طلائية أو مبطنة للمعدة الوسطى بتؤدي لترسيب المادة ديت، وبالتالي الحشرة عندنا بتموت. السموم المعدية ديت يا جماعة في سموم معدية جهازية، تمام؟ وفي سموم معدية غير جهازية، ودي اللي أنا عايزك تعرفه كويس. لما بتقرأ على المبيد بتاعك بتلاقي سموم معدية جهازية أو سموم معدية غير جهازية. السموم المعدية الجهازية دي بقى إيه؟ هي جهازية بالنسبة للنبات، بالنسبة للنبات، عشان أحكي لك حكاية دلوقتي، لأنها بتنتقل إلى جميع أجزائه بعد معاملة أي جزء منها. يعني أنت النهاردة جبت مادة معينة وعملت أي جزء من أجزاء النبات، سواء كانت البذور أو كانت الجذور بتاعة النبات أو النموات الخضرية، تمام؟ عملت بيها المادة دهيت، عملت بيها أي جزء من أجزاء النبات، ربما ما تكونش المادة ديت سامة للحشرة نفسها يا جماعة. قال لا، إزاي يعني؟ يعني إيه؟ واحد فلاح يقول لي إيه؟ يقول لي والله أنا أخدت المبيد الفلاني وحطيت الدودة فيه وهو خام ما ماتتش، عادي ممكن ما تموتش. أنت عارف ليه؟ لأنها ما بتكونش سامة للحشرة معينة، ولكن بتتحول بعد امتصاصها جوه النبات. لما النبات يمتصها بتدخل جوه النبات بتتحول لمركب اخر، المركب ده بيكون سام للحشره، وديت عشان اسباب هنقولها، ماشي؟ وتستمر لعده اسابيع بعد المعامله. طبعا الماده الجاهزيه بتسرف العصاره بتاعت النبات وبتفضل فتره كبيره داخل النبات، تمام؟ ولكن هي خام كده تحط فيها الحشره ممكن ما تموتش عادي. ليه؟ لانها في الصوره الخام بتاعتها مش هتموت الحشره، بس لما بتدخل النبات وبتبدا تخترق بتبقى فيه العصاره او الساب بتاع النبات، بتبدا تتحول لمركب تاني خالص بيقضي على الحشره بمجرد ما بتتغذى عليه، تمام؟ السموم المعدية الغير جهازية بقى دي غير جهازية. لو كانت جهازية دي غير جهازية. يعني ايه غير جهازية؟ يعني ما بتبقاش في العصارة بتاعت النبات. امال هتبقى فين؟ المبيدات ديت بتبقى على سطح النبات اللي انت بترشه، سطح الورقة او الثمرة، وتحدث تأثير مميت للحشرة بعد ما بتتغذى عليه، بعد ما بتتغذى
عليها، لازم تاكلها الحشرة عشان تموت. ده بالنسبة للسموم المعدية الغير جاهزية أو المبيدات الغير جاهزية. طب مميزات المبيدات الجاهزية ده إيه يا جماعة؟ المبيدات الجاهزية هي بتعمل على وقاية النبات من الآفات والحشرات لفترة طويلة، بتاخد فترة طويلة وهي داخل النبات على ما بتبدأ تتحلل بقى ويضيع المفعول بتاعها، تمام؟ بتستمر وصولها إلى النموات النباتية الحديثة. يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة رشيت مثلا خيار عمر مثلا 15 يوم، تمام؟ عمر 15 يوم، تمام؟ الخيار ده هو أنا رشيته بمبيد جهازي، تمام؟ تفضل كل ما يطلع نمو جديد، طول كل ما يطلع ورقة جديدة في الخيار ده هو وبتطور وبينمو معايا يوم عن التاني، تفضل لمدة شهر كل النموات الجديدة ما بتطلع فيها نفس تأثير المادة. يعني أنا لو رشيت على 15 يوم وطلعت ورقة بعد 20 يوم، بعد 5 أيام من الرش، الورقة دي برضو مسممة زي ما هي، تمام؟ برضو الورقة دي مسممة. طلع ورقتين بعد 10 أيام من المعاملة بتاعتي، برضو مسممة يا جماعة الورقة دي، تمام؟ بعد كده بيكون تأثيرها ضعيف على المفترسات والحشرات النافعة، ودي ميزة مهمة جدا يا جماعة في المبيدات السيستميك أو المبيدات الجهازية. المفترسات زي إيه؟ مثلا في ناس بتشتغل، مع اني انا اللي احط المبيدات دي مش هيكون، ولكن في مش هيكون يعني بيشتغل عضوي، ولكن نفترض ان في واحد النهارده بيشتغل عضوي وجايب مثلا للمن حاجه زي مفترسات اللي هي اسد المن مثلا، بياكل المن مفترسات، يعني هو جايب حاجات مكافحه بيولوجيه، يعني حشره بتاكل حشره عشان ما يستخدمش مبيدات كتير، تمام؟ ولكن الدنيا مش مظبوطه معاه فابتدى يستخدم مبيدات جهازيه، تمام؟ المبيدات الجهازيه دي مش هتموت المفترسات، او التاثير بتاعها يكون ضعيف على المفترسات، مش المفترسات بس والحشرات النافعه. واحد يقول لي يعني ايه حشرات النافعه؟ يعني احنا مثلا ساعه التلقيح ممكن نلقح بالنحل الطنان، طب النحل الطنان احنا عشان نستخدمه، تمام؟ وما يموتش اثناء انا ما برش، بنقفل قبله بيوم، يعني انا النهارده صبح ارش البيت بتاعي، النهارده المغربيه بقفل على النحل وبسيبه يومين مثلا، احط له الغذاء بتاعه في الخليه بتاعته وبقفل عليه عشان ما يموتش نتيجه الرش. بعد كده بقول لك ما توجدش اي مشاكل تتعلق باستعمال هذه النوعيه من المبيدات بالنسبه للحقول انتاج البذور. يعني انا انتج بذور ما فيش اي مشكله خالص هتزعلني ولا يزعل البذور في حاجه ان انا بستخدم المبيدات الفتاكه دهيت او المبيدات الجاهزيه اللي بتكون موجوده في كل حته من النبات وبتصرف العصاره بتاعته. اما المعده للاستهلاك الادمي بقى، انا هجمع خيار مثلا يبقى ليا معامله واحده، لان انا بقعد مثلا على 7 ايام شتلت وقعد 7 ايام، هجمع بعد كام؟ بعد 30 يوم مثلا، المفروض هي معامله واحده، بعد 3 اسابيع ما ينفعش ان انا ارش. ليه؟ لان دي بتعتبر دمار للبشريه كلها. يعني بتمنى ان احنا نكون الى حد ما فهمنا يعني ايه يعني مدخل للمبيدات دايت، او فهمنا معلومه عن المبيدات الجاهزيه والمبيدات الغير جاهزيه والمبيدات المعاديه والمبيدات بعد كده هنتكلم عليها اللي هي بتعمل بالملامسه وغيره علشان الفلاح. انا بسطتها لك خالص عشان تفهم، خليك معايا في الفيديوهات التانيه، بالله ابوس على راسك، خليك معايا عشان تفهم بقيه القصه ده هي ماشيه ازاي. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.